الممثلة الأجنبية درو باريمور، عشان بس أنا عارفة إنه في ناس كتيرة ما تعرفش أسامي ممثلين، بس لما تشوف صور تعرف، تقولك آه أنا عارف الممثلة دي، هي دي. في صورة تانية يا شباب ليها واضحة قوي، درو باريمور هي دي. ممثلة طبعا معروفة جدا جدا، يعني ميجا ستار. ايه اللي حصل؟ عشان بس القصة دي من امبارح كده الناس كلها بتتكلم فيها. واحد يبدو ان هو صحفي اجنبي كان راكب على مصر الطيران، فحضراتكم عارفين الان فلايت ماجازين اللي هي المجلة اللي بتبقى جوه مجلة حورس، فاخد المجلة وقعد بيقراها زي ما بنعمل كلنا في الطيارة كده، فلقى انه مجلة حورس عاملة انترفيو لقاء مع درو باريمور. هو ده اللقاء، ده جزء يعني من اللقاء. فالراجل الصحفي ده او هو ايفر يعني صحفي ربما اجنبي يعني شك في الموضوع، فلما وصل بلده تواصل مع فريق العمل بتاع الممثله وقال لهم هي اولا، راح كاتب قبل ما يوصل ويكلم فريق العمل بتاع الممثله، كتب تويت، هنشوف التويت دلوقتي مع بعض. كتب تويته قال فيها ما معناه يعني انه interview with Drew Barrymore في in flight magazine على ايجيبت اير، وكلمه كده ما معناها يعني ايه اتس ويرد، بس مش هي دي يا جماعه التويته دي، كوزموبوليتان وفي مواقع كتيره، تويته الصحفي واحده تانية، هي دي. كتب تويت كده مع بيشكك فيها من الاخر، يعني بيقول ان المقابله دي او الانترفيو ده فيك، مش ما حصلش. وبعدها كوزموبوليتان ومواقع كتيره بقى هناك، نرجع بقى بعد اذنكم لكوزموبوليتان دي، بعدها بقى مواقع كتيره بقى بره كتبت بقى قالت لك انه يعني درو باري مور عمل يعني انترفيو مع ايجيبت اير، وانه اتس سو ويرد، غريبه قوي، وامتى كان اللقاء ده، ومواقع تانية علقت وما الى ذلك، وكله بدا يشكك. فتواصل مع فريق العمل بتاع الممثله دي، قالوا لا احنا ما عملناش انترفيو مع مصر الطيران، هي ما عملتش يعني انترفيو مع مصر الطيران، لكن كان في مفروض شغل ما بيننا وما بين مصر الطيران، بين الممثله النجمه دي وما بين مصر الطيران، لكن احنا ما عملناش انترفيو معاها. فالحقيقه كلنا استغربنا، شركه مصر الطيران طبعا شركه وطنيه وشركه لها اسم وتاريخ طويل جدا، ولوجيكلي كده صعب قوي فكره ان تضحي يعني بسمعتها عشان تفبرك انترفيو مع درو باريمور، يعني هي ميجا ستار، اي حد يتمنى يعمل انترفيو معاها، بس يعني تحس كده ان الدنيا ايه في ايه يعني. جت ايجيبت اير، وده شيء محترم جدا ان هي عملته الحقيقه، انها ردت على طول. احنا طول الوقت بنقول كده في الاعلام، ضروري انه الجهه او المؤسسه او الوزاره او ايا كان اللي تتعرض لهجوم او يقال حاجه عليه، لا نرد على طول. طلعت شركه مصر الطيران هذا التصريح انه دير سير ذيس از بروفيشنال ماجازين، وده انترفيو كوندكتد باي دكتور عايده تكلا، انه دي يعني الزميله المراسله مراسله المجله عايده تكلا، وانها اجرت الشهر الماضي لقاء كانت نظمته رابطه الصحافه الاجنبيه في هوليوود، وكان في عدد من الصحفيين الاجانب من بينهم السيده تكلا، وانه هي بالفعل تواصلت مع درو باريمور، وانه الانترفيو ده از نوت فيك، او يعني مش فيك ولا حاجه، مش مفبرك ولا مزور ولا حاجه. ده كان رد ايجيبت اير. يهمنا جدا طبعا نعرف الموقف ايه بالظبط والرد ايه، لانه الحقيقه بره طبعا كالعاده اي حاجه على مصر بياخدوها ويقطعوا ويشرحوا. وطبعا في بقى ما لجان الكترونيه شغاله الله ينور، وتريقه على ايجيبت اير، وتريقه على معرفش ايه، فلا نضع الامور في نصابها ونعرف صحه هذا الموضوع. خلونا ناخد هاتفيا الكاتبه الصحفيه الكبيره طبعا الاستاذه امل فوزي، رئيس تحرير مجله نصف الدنيا والمشرفه على ورئيس تحرير مجله حورس. يا اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بك يا منى، عامله ايه؟ اهلا بيك يا فندم. عايزين نسمع من حضرتك القصه بالظبط. درو باريمور، طيب عملنا معاها انترفيو ولا ما عملناش معاها انترفيو؟ مؤكد ان الدكتوره عايده تكلا عملت معاها انترفيو ضمن الكونفرنس، البريس كونفرنس اللي حصل معاها في نيويورك. هو الحقيقه ما كانش الشهر اللي فات، هو من شويه، لكن خلال الفتره اللي فاتت اتعمل، وهي كانت احد اعضاء هذا اللقاء. والحقيقه ان حتى الجمعيه اللي تنتمي لها الدكتوره عايده فاكلة عملت ستيتمنت بهذا المعنى، وقالت انه احنا اجرينا كجمعيه عده لقاءات مع درو باريمور، وان هي كان دايما عندها صبر انها تقعد وتسمع اسئلتنا. وزي ما قلت لحضرتك انه احنا الدكتوره عايده فاكلة دايما بتبقى حريصه لما تلقى
اتصور هي مع الضيف او تصوره بالمجله. والحقيقه يعني هي في حاله انا مش فاهمها لغايه دلوقتي حصلت في الاعلام امبارح من التشكيك. مفيش حد قدر يقول انا وحضرتك هتلاحظي هم قالوا هذا حصل ولا ما حصلش. هل ده يعني في صفحات بتدروب ايمون على الفيسبوك ما كتبش عليها ولا كلمه خالص. الكلام اللي اتقال ده من مدير اعمالها انا ما اعرفش مفيد ازاي يقول ده. دكتوره عايزه تسلم للي ما يعرفش هي كانت رئيسه جمعيه الكتاب والنقاد الاجانب في هوليود لثلاث مرات، وهي بقى لها ما يقرب من 60 سنه بتشتغل في هذا المجال في هوليود، وهي حاليا احدى الفوتر اللي بيصوتوا على الجولدن جلوب اللي هي ثاني اكبر جايزه في امريكا بعد اوسكار. فاحنا مش بنتكلم على شخصيه هينه. يعني بنتكلم على مش هتضحك 60 سنه طيب علشان يبقى صوت. طيب احنا ايه المشكله اللي حصلت؟ السؤال برضو كمان، لماذا شكك فريق عمل درو باريمور وقال انه لم شكك حضرتك؟ اصل الموضوع ان في واحد ناقد كان على السياره وحط الحوار وقال انه حوار سريالي وان المقدمه كانت بتهاجمها، رغم ان الموضوع ما كانش بيهاجمها، يعني في تناقض بين المقدمه والموضوع. وخليني اقول لحضرتك انه المقدمه يعني احنا اللي بيحصل ايه ان الدكتوره عايزه تتلف تبعت لنا الموضوع كبير جدا يمكن 10 15 صفحه. بنبقى عايزين ناخد منه مقتطفات. يبقى صعب جدا ان انا اخد المقتطفات دي بالانجلش، بيبقى المعنى بيفقد معناه من يعني هتاخدي سطر من هنا او جزء من هنا عشان عايزه تلمي اهم النقاط او موضوع معين. بس اقول لك حاجه يا استاذه امل برضو، البارافريزنج مش صعب. يعني هي دكتوره عايده عايزه تشرح الاول، تعمل كده انترودكشن عن درو باريمور وقايله ان هي الحقيقه لا احنا بنجينا من غير انترودكشن، احنا اللي بنعمل انترودكشن. جرت العاده ان احنا بعثنا الموضوع احنا اللي بنعمل المقدمه واحنا اللي بنعمل العمل. وده موجود في صحافه كثيره جدا مش احنا لوحدنا يعني. فانا عندي حد مترجم انتهى الموضوع ترجمته وحطت مقدمه من عندها، مقدمه هي جابت معلومات عن تجربه وحطت وجابت ان الموضوع لك ان تتخيلي ازاي تلخصي الموضوع 5000 كلمة ب 600 كلمة أو 700 كلمة لأنه المساحة وعندي عرب وورث. طيب فما بتاخدش أكتر من كده. فالاعتراض كان إيه عن إيه؟ المقدمة دي اللي هي قايلة فيها إن درو باريمور كان عندها 17 علاقة ما بين علاقة عادية وما بين زواج وخطبة. سيبي أقول لحضرتك، هما ما حدش قادر يقول إن الكلام ده مش صحيح، الكلام ده صحيح كله. هي الموضوع إنه كتب يعني هما لما الأخ ده آدم ده كتب كان بيقول عن إنه في جزء من الحوار، لكن ده مش جزء من الحوار، ده الانتروداكشن. الانتروداكشن ده حقنا كإديتور. يا فندم بس يعني معلش يا أستاذة أمل، أستاذة أمل يعني أنا يعني مش بدافع عن موقفكم، بس هي الفكرة إنه اي بي سي زي ما حضرتك قلتي كده، أي حوار صحفي في الدنيا الزميل الصحفي او المحرر بيكتب في الاول مقدمه متروكه لي بناء على لقائه مع الشخص اللي عمل معاه لقاء، وبعدها بندخل في السؤال الاول والثاني والثالث وهكذا. ايوه يعني لا هي انا فكره ان هو برضو يقول لك ان المقدمه دي كانت على لسان درو باريمور وده ما حصلش. لا يعني هو المقدمه وواضح انها مش على لسان درو باريمور. المقدمه مش على لسان درو باريمور، باينه المقدمه على لسان الايديتور. فهي ما قالتش الكلام ده، هي الكلام ده على لسان الايديتور لو حضرتك هترجع للموضوع. بس هم زعلانين من الكلام، يعني الكلام ده بالشكل ده. انا حتى يعني انا الحقيقه شفت الموضوع بعد ما اترجم واتعمل وما كنتش حاسه ان في مشكله. يعني ما هو يعني احنا عارفين انه في كتير من الفنانين عندهم علاقات متعدده وعندهم كذا وعندهم كذا، والكلام ده معروف يعني عن كتير. طب دلوقتي بنرد ازاي يا استاذه امل؟ لانه طبعا لا حضرتك ولا حضراتكم ولا احنا ولا اي مواطن مصري يرضى انه شركتنا الوطنيه المحترمه الحقيقه مصر، الواحد بيلف العالم وبيركب شركه يعني بيستخدم شركات طيران ثانيه كتير، لا مصر الطيران الحقيقه شركه محترمه. اقول حاجه انه دكتورة عايزه تاكله ترانسل كان نص الدنيا من سنين طويله، وهي احدى المجله المصريه الوحيده اللي كانت يعني دايما في ايد كبار الفنانين في العالم.
لما انا جيت اشرفت على فورس طلبت منها انها تضيف فورس في قائمه المجلات اللي موجوده في جمعيه الكتاب والنقاد اللي من حق ان هي تتصور في ايد الفنانين. خلي بال حضرتك انك لو انت معاكي مجله حتى لو مش مجله كوميرشال زي مجله فورس وحبيتي تصوريها في ايد اي فنان هيقول لك هتدفعيكي كام ومبلغ كبير وما الى ذلك. دكتوره عايده فاكره انها بتحب مصر وان هي يعني حريصه على يبقى مصر دايما كويسه وهي قالت لي انا ببقى فخوره لما كانوا بيكتبوا مجله فورس يبقى على الكفر حاجه منظر في مصر او منطقه في مصر جميله. رغم ان ده كوميرشال ورغم انه ممكن يعني يبقى عليه يعني تحفظات لكن ان هم يعني يحترموا السيده سجلوا المجله وهي تكاد تكون المجله سيراني الوحيده اللي موجوده في هذا التجمع. طيب ردنا ايه دلوقتي يا استاذه امل؟ ردنا ايه وازاي؟ وهنوصل الرد ده ازاي؟ احنا اولا عملنا ثلاث حاجات. الدكتوره عايده تاكله كتبت غير ان احنا هي كتبت على تويتر وعملنا معاها تسجيل مصور وكاتبه رد الى السيد شركه مصر للطيران بتؤكد ان الحوار بتاعها واللي هي عملته وزي ما قلت لك هي الشخصيه هينه يعني فاهمه ازاي حضرتك؟ واحنا كمان كتبنا الموقف الكامل بشكل موضح. الجمعيه اللي هي التابعه لها اللي هي جمعيه الكتاب والنقاد بهوليود عملوا ستيتمنت ايضا يتكلموا ويشرحوا الموقف بشكل كامل. يعني ده اللي احنا نقدر نعمله. هل احنا نقدر نعمل حاجه ثانيه؟ والله يعني انت عندك فيه هجوم عليكي غير مبرر يعني صحيح. طب انا عندي سؤال يا استاذه امل. انا طبعا يعني ما احبش يبقى في تصعيد ولا اي حاجه ونحب الامور تكون هاديه وجميله وكل حاجه بس انا عندي سؤال. فريق عمل درو باريمور اللي تطوع وراح طالع قايل اتس ا فيك انترفيو او الانترفيو ده مفبرك ده يا فندم مش هناخد معاه موقف مثلا؟ يعني انتوا بتشككوا فينا كمجله في ان فلايت ماجازين في شركه مصر الطيران؟ لا انا هقول لحضرتك هو امبارح كان في بالصدفه يعني من حسن الحظ انه كان الدكتوره عايده تاكله وهي ما بتجيش مصر بشكل مستمر لكن هي كانت موجوده عشان مهرجان الجونه فكانت امبارح التقيت بيها قبل يعني خلاص هي هتسافر فكلمنا اللي هو مدير اعمال دروب المور وقالت له انت ازاي تقول هذا الكلام؟ صحيح. قال لها انا يعني اقصد انه ده مش 1 باي 1. قالت له لا ده في البريس كونفرنس. قال لها ايه؟ قال لها ايه معلش؟ لما قالت له انت ازاي تنفي الحوار ده رد عليها قال لها ايه؟ قال لها انا مش 1 باي 1 وانا ما كنتش اعرف ان انت قالت له ده كان في البريس كونفرنس اللي حصل في نيويورك. فقال لها انا ما كنتش اعرف انك موجوده وبتراسل دول والمقدمه بتهاجمها كان الكلام في هذا الاتجاه. هي طبعا طلبت ان هو يقول ان ده مش فيك بس خلي بالك ان هم مستفيدين جدا من البروباجندا اللي حصلت دي. يعني في يعني استفاده مهوله. يا فندم انا برضو بصراحه انا رده ما اقنعنيش. يعني انا ما كنتش عارف ان انت قعدتي معاها واجريتي معاها الحوار. لا حضرتك هو قال لها ما حصلش حوار 1 باي 1. قالت له ده مش حوار باي 1 باي 1 ده الحوار بتاع البريس كونفرنس بتاع جمعيه النقاد والكتاب بتوع هوليوود اللي تعمل في فندق. طب يا استاذه امل يعني ده ما كانش 1 تو 1 انترفيو يا استاذه امل؟ لا ده بريس انا قلت لحضرتك ده بريس كونفرنس مؤتمر صحفي ودرو باريمور قاعده بترد على الصحفيين. مش بريس قصدي حضرتك هم دي طبيعه الجمعيه بتبقى بتعمل لقاءات بشكل مستمر وبتجمع مجموعه خمسه سته بيعملوا معاها زي انترفيو. خلاص كل واحد بيسال في الاخر بيطلع كل واحد بقى بينتقي اجزاء وبيعمل هذا الموضوع. تمام لما لكن حضرتك سالتيني ليه هي ما فيش مقدمه؟ لان الدكتوره عايده بتسيب لنا احنا نختار الاجزاء اللي احنا عايزينها نصورها ونحط مقدمه. طيب لا انا ما عنديش مشكله لازم تعمل مقدمه ده جزء من الحوار الصحفي. لا انا مش بتكلم في دي انا بس سؤال صغير يا استاذه امل. هل وحضرتك ادرى مني طبعا حضرتك الخبيره في الصحافه انا مش صحفيه. هل كان ربما من المفروض انه الدكتوره عايده تاكله وهي اسم كبير طبعا ولها كل الاحترام ربما كان يعني الافضل انها تذكر كده بالاشاره انه لانه الحوار كده لما نمسك المجله ونقراه نقول ان ده 1 تو 1 انترفيو ما بين ايجيبت اير ما بين حورس وما بين درو باريمور.
حضرتك لو مسحتي كل مجلات العالم، هي بتعمل زي الدكتوره عايده ان هم في مجموعه من زي ما قلت لحضرتك، انا ما بقولكيش ان المؤتمر الصحفي فيه 50 واحد، احيانا بيبقى فيه 10، احيانا بيبقى فيه 20، احيانا بيبقى فيه 5، هما بيقعدوا معاها زي عارفه مثلا لما تبقى النوادي الموجوده مثلا بتاع عمل الشيب كده، حد مثلا ويتكلم ويعمل ديسكشن مع الناس، هم حاجه زي كده بيعملوا كل مثلا شهر او كل مجموعه لقاءات بتبقى قاعده في منتهى الود مع دروبري مور. ده العرف عندهم يعني، ده طيب يعني. يعني معلش السؤال الاخير لحضرتك، يعني من اصول واداب الـ 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 الصحافه انه مش لازم انه الصحفي او المراسل يذكر في المقاله انه ده مش 1 تو 1 انترفيو، وانه ده نقلا عن مؤتمر صحفي كذا كذا كذا، مش لازم ده يحصل. يعني طبعا هو لا، يعني من الافضل ان يحدث لكن غالبا لا يحدث، غالبا لا يحدث، لا سيما وانه يعني زي ما قلت لك هو بيبقى المجموعه محدوده، اغلب المجموعه دي ما بتعملش كده يعني. تمام. اغلب ودليل تمام. حتى انه الجمعيه بتاعتهم لما بعتت ما قالتش كده، ما قالتش يعني انت لازم تقول او منشن ان هو في البريس كونفرنس، بس انك لابد ان يكون الكلام في دقه. بس بشكرك جزيل الشكر. اتفضلي اتفضلي يا فندم. لكن طبعا احنا انت لما هتقولي على طبيعتنا احنا كاداب المهنه في مصر، طبعا احنا هنا في فرق، في فرق كبير يعني، اكيد في فرق ما بين لما يبقى حوار اكسكلوسيف، لكن الاكسكلوسيف ده الفنانين الكبار نادرا ما يحدث. وخلي بال حضرتك انه يعني احنا البريس كونفرنس بتاعنا اللي هو في مصر بتتناسب مع فنان، غير البريس كونفرنس عندهم. البريس كونفرنس عندهم يبقى زي ما قلت لك كل واحد مزاحم يسال ان شاء الله 10 اسئله ويحط في الحوار. تمام. بشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل وهذا التوضيح. الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي، رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا ورئيس تحرير مجلة حورس، اللي هي طبعا مجلة الإنفلايت ماجازين أو المجلة الداخلية لإيجيبت إير.